ومن أصر لصغير فكمن أتى الكبير في الكتاب والسنن. ومن أصر لصغير فكمن أتى الكبير في الكتاب والسنن. للصغائر من الذنوب أحكام، كما أن لكبائرها أحكاما أيضا. فمن أحكام الصغائر ما هو مشترك بينها وبين الكبائر، وهو كون الإصرار عليها كبيرة. فإن كون الإصرار كبيرة موجودة في الصغائر والكبائر، ومن أحكامها ما هو مختص بها دون الكبائر، وسيأتي بيانه عند قول الناظم: والحكم للراكب ذنبا صغرا. البيت نعم، يقول لك إن ما معناته إن الصغير هو صغير وبالتالي هو دون الكبير، وذاكم الكبير الذي حد الله عليه، جعل الله عليه حدا في الدنيا أو سخطا عليه أو عقوبة شديدة في الآخرة أو قبح فاعله أو ها، معنى إن الصغائر ليس لها أيضا، حتى يعني تتحول الصغائر إلى مجال لاستخفافنا بها وعدم اكتراثنا منها أو عدم تخوفنا منها. والحق أن المؤمن كلما ارتقى إيمانه كلما ازداد خوفا وازداد تحسسا، ها، وازداد يعني قد يكون مثلا لو تنظر أنت إلى الصحابة، يعني كم من الصحابة نسمع عنهم أنه يعني عمر وغيره يقول لو كان دخل لو أن يد يعني رجلي لو أن رجلي اليمين دخلت الجنة ما أمنت أن لا تدخل رجلي اليسار. هذا كيف وصل بهم هذا الشأن؟ لماذا؟ لأنهم يستحضرون عظمة الله ويستحضرون الخوف منه ويستحضرون العاقبة، فإذا استحضروا العاقبة صاروا إيش؟ في وجل. ولذلك في أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن المؤمن هو الذي يخاف، وأما المنافق فهو إيش؟ يشعر بالأمن، يشعر دائما كأنه مطمئن وإن أموره تمام التمام. نسأل الله السلامة على أنفسنا. هذا مجال أن يستشعر فيه الإنسان الحذر والخوف من الله عز وجل. كل منا ممكن أن يقارف هذه الصغائر، ها، ويقارف شيئا من الكبائر، لكن عليه أن ينتبه وأن يلازم التوبة. فأما الإصرار على الصغيرة، واصل. فأما الإصرار على الصغيرة فإنه يصيرها كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بعد قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فإن قوله تعالى ولم يصروا معطوف على قوله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي ذكروا عقاب الله فحملهم ذلك على طلب الغفران والإقلاع عن الذنب. وفعل ذلك واجب بعد فعل الفاحشة وبعد ظلم النفس، ووجوب ذلك قطعي لهذه الآية وغيرها، فوجوب المعطوف عليه قطعي لذلك. لحظة، رجع النص من أوله. يعني الآن هنا يبين لنا الشيخ رحمه الله قضية الإصرار على الصغير. طبعا أولا احنا لازم نفهم معنى كلمة الإصرار، معنى أصر. ترى أصر هو يعني إذا قام على الأمر وداوم عليه، يعني جعل يعني قام بالأمر مستمرا أو أصر على فعله، يصر إصرارا، معناه أنه لم يقلع عن الذنب. فإذا متى كيف يكون يعني حال الإصرار؟ الإصرار
هو كأن المرء يستمر في الذنب غير مبال ودون التوبة. أما إذا تاب واستغفر فعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر. وهنا قد فرق بعض العلماء، نريد أن نشير إشارة هنا جميلة وردت في بعض المصادر، إن قد فرق بعض العلماء بين الإصرار والتمادي. يعني فيه حاجة اسمها التمادي والإصرار. فقال لك إن الفرق هذا منقول عن الشيخ عمرو بن رمضان القرب التلاتي، إن الفرق ما بين المصر والمتمادي. المصر هو الناوي لعدم التوبة من عصيانه وللقاء ربه. أما المتمادي هو الناوي للتوبة من عصيانه في وقت ما، ولكنه ما زال مستمرا. فهذا إذا كان جعل من نيته التوبة بعد أخف، فهمتمي هذا التفريق؟ هذا على حد قول الشيخ عمرو بن رمضان لقرب التلاتي، ومن العلماء الكبار هذا الشيخ عمرو بن رمضان لقرب التلاتي من علماء أصحابنا من أهل تونس، وله كتب، من كتاب مشهور، له كتاب مشهور اسمه رفع التراخي في شرح في مختصر الشماخي، على مختصر الشماخي، مختصر الشماخي على كتاب العدل والإنصاف، اللي هو تسمى حاشية الشيخ أو مختصر الشيخ الشماخي. ومختصر الشيخ الشماخي أيضا هو قد شرحه وحده، يعني في شرح على مختصر الشماخي. الشماخي قام أحمد بن سعيد الشماخي قام باختصار كتاب العدل والإنصاف، ثم شرح ذلك المختصر، وهذا عاد حاشية لعمرو بن رمضان القرب التلاتي وغيرها من الكتب عنده. إذا قال ماذا؟ قال المصر هو الناوي لعدم التوبة من عصيانه، من بالي. وأما المتمادي هو الناوي للتوبة من عصيانه في وقت ما، ولكنه ماذا؟ مسوف، مسوف ماذا للتوبة، وقد يفجأه والعياذ بالله ريب المنون وهو غير تائب. فنسأل الله السلامة. إذا عرفنا إن هذا هو الإصرار، يا ترى هل الإصرار هو إذا معناته نفهم من هذا إن الإصرار هو عبارة عن يعني الاستمرار في المعصية دون التوبة. أما لو تاب المرء فقد إيش تحول عن الإصرار، عن الإصرار. ويمكن أن يقع بعد ذلك، ولكنه لكونه غير مستمر لا يعد مصرا إذا وقع وتاب. ومن طبيعة البشر كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهمتم؟ طبعا الإصرار ممكن أن يكون إصرارا على الكبير أو إصرارا على الصغير. فالإصرار على الكبير معناه خلاص الإقامة على تلك الكبائر. ولذلك انظروا أن في الآية أصلا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، جاءت عقب ذكر كبائر والذين إذا فعلوا فاحشة، فهذا ماذا الفاحشة؟ كبيرة. أو ظلموا أنفسهم بمطلق ظلم النفس بذنب من الذنوب، لأنه في وقوع العبد في الذنب هو ظلم لنفسه، ويظلم نفسه بأن يوقعها في موقع الذنب. فهذا عاد مطلق،
يعني مطلق ما يقع فيه العبد. فالعبد حينما يقع في ذنب هو يظلم نفسه ويظلم ماذا؟ حق ربه. وقد يكون ذلك الذنب فيه ظلم للعباد فيجتمع فيه كل وجوه الظلم الآن. يعني